ديزاين مع جمانة أبو فاضل وموضوع جديد أكيد بطبيعة الحال. هالموضوع له علاقة بعيد الفصح. صبح خير رومانا. بونجور رانيا. اشتقت لي. وأنا اشتقت لي. شو أخبارك؟ أنا منيحة. ونحن دائما بكل مناسبة بيكون عندك هيك موضوع خرج المناسبة. صح. رح نحكي عن زينة العيد. رح نحكي عن زينة العيد. أوكي. بس رح نحكي عن الزينة بمنظار آخر. يعني من كيف نستعمل الفرنتشر يلي موجودة عنا بالبيت لحتى نستفيد منها ونحط الزينة عليها بشكل حلو. حلو كتير. مش إنه نشتريهم خالصين من السوبر ماركت والمحلات الكبيرة ونحطهم شوي شوي مفتفتين وين ما كان. مثل ما أنا يعني أنت بتعملي أنا ما كنت جيب زينة. هلأ جبنا الزينة بعدها بالكيس. بعدها فيريت هلأ اليوم حتساعدينا أكيد لحتى نشوف كيف بدنا نرتبها ونظبطها. خلص لعيوني. رح نحكي شي عن الزينة يلي بتنعمل بالبيت مع الأولاد. هلأ بدنا نحكي بس بدها تكون متكامله مع قطع خالصه. يلا تفضلي. اوكي هيني. اوكي هلا مثل العاده رح نقطع صور ورح نحكي عليهم تباعا ونعلق عليهم انا وياك رانيا. بدنا نبلش باول صوره كنت ناسي شو هي السنتر بيس يلي هي بنحطها على طاوله اوضه السفره اكثر شيء لانه كل اوضه السفره هي محل كثير ابيلينج لزينه ايستر. عرفتي يعني اذا عملنا وكل البيوت في عندهم صواني مثل الصينيه اللي مبينه عنا بالصوره اذا كانت غميقه او حتى اذا كانت فلات رانيا بمجرد ما انه يكون بقلبها في شويه ورد هون نقينا نوع من الورود الصفراء لانه كثير لها علاقه بايستر وبتزيد عليها شويه جازون اصطناعي مع البيض العيد يلي هو البلاستيك الملون وبتحطيهم كلهم مع بعضهم بطريقه انه هيك مجموعين بيعطوك جو كثير حلو لطاوله السفره بالبيت. اذا بتلاحظي كمان فيهم يكونوا الورود طبيعيين كمان. ايه طبيعيين وبالكبيات في عندك يا الله على راني في عندك البونبون الغمز الملونين يعني كمان بيعطوا جو كثير مهضوم كانه ميني بيض. سو هيك وعلى طول الاصفر هو اللي طاغي جمعنا ما معقول. ايه هو الاصفر لانه بوسان سوس باك كثير حلو اللون الاصفر. هلا في صوره ثانيه كمان عن السنتر بيس هون استعملنا قطعتين يعني بدل صينية واحدة صينيتين نضاف لقلبها هالعشب الاصطناعي ونضافوا عليهم البابيونات الملونين كأنه قاعدين بالجردن يعني عن جد انه بستحقوا الابيخ من هيك ما في بس ابسط من هيك عن جد ما في يعني فعلا. لحتى نشوف نحن والمشاهدين انه بهالاضافات اللي كتير صغيرة واهم شيء البساطه هي العنوان الطاغي بهالصوره ما في عندي ولا مطرح ثاني مزين لباك ووصلت الرساله يعني المسج الميساج إلها مش ضروري انه نحط بيض هون وسيسان هونيك وارانب هون ودجاجات هون خلينا سمبل خلينا هيك مزوقين بزينتنا وبيطلع لنا جو كثير وممكن نستعمل اي ريسيبيون اي بقال عنايه اي صينيه اي يمكن دالو صغير لحتى نقدر نعمل هالزينه جمانه انت بتقري لي افكار خلص ما بقى رح لانه هلا رح يبين معنا بالصور الثانيه هدول الاشياء كلهم اللي عديتيهم واحدة ورا واحدة بالصور. هيدي الصورة بتبين كمان انه الديكوراسيون doesn't have to be بس على طريقة فلات على الطاولة، هون مبينة معنا هيك مدلية فوق طاولة أوضة السفرة، جاية كأنه سسبوندو بشكل برانشز يلي هن النست ونازل منها هالبيض طبعا البلاستيك الملون. وكمان مرة مش ضروري انه نشتريهم بكميات كبيرة لأنه مرات كم وحدة بكفوا. هون كمان مبين معنا النابكنز كيف متويين بشكل لابان مع دينين اللابان وهون إذا حبيتوا بتفوتوا على الإنترنت بتشوفوا إنه رابط نابكنز طريقة صنعهم كيف بينعملوا هيك بيضيفوا لمسة دايما أنا بشدد على هالشيء إنه بيرسوناليزي إنه حلو يبين إنه أنت اشتغلتيهم وبنفس الوقت حلوة
يعني هون كأنه عم تجاوبي لي على سؤال الأساسي جمانة، أنه الولاد فيهم يكونوا عم يشتغلوا بشكل مباشر بكل هالزينة. أكيد. واليوم بالأسواق كنت عم شوف أنا في هالبيض الصغير أو هالأشياء الصغيرة الأيتمز موجودين بباك، وفي معهم ريشة صغيرة وبانتير صغير. صح. بيقدروا دغري يلونون ويعلقون ويزينون. أكيد. وكل شيء ممكن نلاقيه على الإنترنت مثل ما تفضلتي رانيا. ما بدنا ننسى أنه إضافة للمعنى الروحي السامي واللي بجنن لهالعيد، في عندك الاكتيفيتي تبع الاولاد يلي بتدخل فيه بشكل كتير كبير. من كان من ناحيه الايك كولورينج لناحيه كيف منزين هالبيض من بعد ما نلونهم بالستيكرز او غيره، او مثل ما تفضلتي وقلتي التلوين بالبانسو. في يعني الاكتيفيتي عن جد ما بتخلص، ودائما نترك مارجن او حيز كبير للاولاد ونخليهم يكونوا هن امبليكي بزينه بيتنا بهيدا العيد، لحتى هن ونحن ننبسط بهالكوتي. كمان مره بنرجع البيرسوناليزم. صحيح. يعني صحيح. كل حدا حط بصمته بهالزينه. حلو كثير. والولاد رح بيكونوا كثير مبسوطين. أكيد. بطبيعه الحال. سو اذا بدنا ننتقل لباقي الصور يلي معنا، مين منا رانيا ما عنده هالبونبونيير بالبيت؟ يمكن يكون في عندك وحده، يمكن يكون في عندك اكثر من وحده. طبعا هون مش مهم الاشكال تكون متشابهه، اي شكل اللي كان عبون من هال هون مبين عنا كمان مره هالقش هيدول يلي بنستعملهم بشكل نست للبيض للعصافير وات ايفر، بتزيد عليهم هالبيض. البيض اشاره هون ممكن يكونوا حقيقيين، ممكن يكونوا شوكولا، وممكن يكونوا بلاستيك. يعني مثل ما بدكم حطوهم. الصينيه الروتان بتعطي كمان هالجو الشامبيتر اذا بدك لهالزينه البسيطه تبعيتنا. نضيفهم كلهم بقلب صينيه واحده ونحطهم على الطاوله الاساسيه بالصالون. ببين قديش الجو تبعنا بيطلع حلو وقديش هالزينه بتبين بشكل إليجنت إذا بدك. إضافة ريبن على واحدة من البونبونيير كمان من الرافية أو غيرها من القماش المشغول الملون بيعطي هالجو الحلو. ما نعجق بالألوان، ما حط كتير فوشيا أو هيدا، يعني خليني شوية هيك ديسكريت خاصة إذا كترت الزينة. يعني هون أي لون ممكن يدخل هالمزيج من الالوان بفتكر كفيل لحاله انه يعطي جو عيد. دفنتلي. هلا انا من الناس اللي بيقولوا انه، وهذا الشيء كمان بيتطبق على زينه عيد الميلاد، انه مش كل زاويه ببيتكم تزينوها. يعني فتنا بالانتري حلو كثير الكونسول، اذا عندي كونسول تكون مزينه، بس مش دغري بعد ما اقطع الكونسول يبين عندي على اول طاوله تابل دو كوتي وسنتر تيبل والكنبايه. وهلا رح تقطع معنا دفنتلي، رح يقطع عده افكار، بس بليز خذوا بعين الاعتبار كل فكره بشكل مستقل، ما بدنا نجرب نجمعهم كلهم مع بعضهم بكل بساطة تما نعجى حتى نضلنا بسيطين. أجل أجل. لا لأنه أنا بحب السمبليسيتي. سو كتير بحب التعجيق رانيا بمطرح واحد. يعني إذا قررت أنا عندي لنقول البوفيه بحط طاولة قوت السفرة وعملنا لنقول السنتر بيس بالطاولة قوت السفرة، فين كمان أجرق البوفيه بس بجمعها كلها بزاوية قوت السفرة. هلأ هون فتنا على المطبخ شوي. بالمطبخ فينا نستعمل كتير قصص، لأنه طبعا هو البيض موجود بالمطبخ بطبيعة الحال. سو فيني عبي مثل جاتات، فيني استعمل الكيتشن كلوث يلي هي للتنظيف على هالأشكال، وهولي موجودين هالفوط بالسوق. سو كتير حلو لحتى كمان نظهر شوي من الروتين اني استعملهم على إيستر. ورح مرق بعد افكار تانية لانه لا منصير يجي عبالنا نطبخ اكثر لكينا مع هيك ديكور بالمطبخ. ما هيك انه هيك سي ابيتيسون، بتحسي بجو العيد وبتظهري من الروتين مثل ما قلنا. مزبوط. هون هيدي فكره انت قلتيها قبل، الاروزوار يلي كمان مره بتكون كثير موجوده بالمطابخ عندنا، خاصه اذا كنا من اللاكي وانز يلي عندنا جنينه او تراس او بالكون مع انا عم شوف حدا مبسوط.
سو اذا اخذتي هالاروزوار وعبيتيه ورود شو ما كانوا، مش بشكل مدروس ولا انه دي غوز مرتبين وشيك ويا لطيف، شو ما كانوا دي تخيك شامبيتر دي برانش شو ما كانوا، حطيتيه على الطاوله. شوفي هالطاوله يعني هيك سي ان بو كلاسيك بقلب الصالون، عملتي هالكونتراست بين الشامبيتر والضيعه والشيك، خلص طلع عندك انت زينه شيء كثير حلو. صح، والطاوله روعه يعني حشت حرقتي لانه اذا عندك جنينه تبيين الجازون شو حلو. هلا هون نحن بالاستوديو فينا نعمل هالشيء وراكي؟ ايه فينا نحط بنعلق عليهم اشياء ملونه اراني حلو بدي. يلا طيب يلا جمعه في بيت طلعت معنا الصوره ما انتبهنا لها ما علقنا عليها مع الجازون، هي الصينيه مع العده طبقات. هيدي الشغله عن جد انا كثير بحبهم هالصواني، ان كان للضيافه ان كان لشو ما كان، هون عم نستعملهم لديكوراسيون باك كمان مره، لو غازون ارتيفيسيال، البيض، لي بابيون، شو ما كان نضيفهم عليهم، وفيهم ينحطوا كسنتر بيس كمان مره على طاوله السفره او على طاوله المطبخ. بس مش معقول شو هينين الافكار جمانة، كثير هينين يعني نحن عم نشوف صوره روعه التنفيذة ولا ابسط ولا من هيك، مش انه قاعدين وبدنا مود دومبلوا والهيدا كثير حين، وكله فيه يكون كمان ارتفيسيال اصطناعي كما انه ممكن يكون شيء طبيعي. مزبوط رانيا، لهيك ببدايه الحلقه قلت انه كلهم فينا نستعملهم من خلال ادوات موجوده عندنا بالبيت او من خلال فرش البيت بكل بساطه. نقدر نستعملهم لحتى نزينهم. في عندي صوره يلي بتبين برجير، ما بعرف اذا فينا نفرجيها او يمكن كتير صغير. واو واو، هيدي الصورة كتير بحبها. مرات كتير صرنا بالغابة فجأة، صرنا بالغابة هون جبنا. شوف التعجيق يلي أنا بحبه أي ستيل إنه كل شيء في عندي زينة، إن كان صينية أو ديبوسان أو أرانب أو كمان مرة الصينية يلي بقلبها الجازون ارتيفيسيال، حطهم بطريقة هيك مبتكرة ومزوقة على وحدة من البرجير بالصالون عندي، لأنه كلنا بنعرف أنه مش دايماً كلنا بنقعد على كل الفرش عنا بالصالون. سو بهيدي الفترة اللي هي إيستر أو حتى بتطبق على نويل إذا كنا بفترة عيد الميلاد، عجقها هيدي، جمع عليها كذا شغلة هيك كلهم ديكوري عليها، بتطلع بتجنن. يعني مش دايماً يكون عنا فكرة أنه بدي حطها على رف أو بدي حطها على كونسول. برجير غير مستعملة استعملوها للديكور، زينوها بتطلع بتجنن، بتطلع كتير مهضومة. وهيدي أنا من الأفكار يلي بلاقيهم كتير حلوين. بعدين كلهم هيدول ايدياز إذا بدك يعني ستيتمنت ايدياز، يعني بتفوتي بتنقذ إنه يجي بعدين بتحسيهم مضبوطين يعني هون مبينين فعلا الالعاب مبينين حقيقيين، يعني إيه بيعطوا إيه مثل الالوزيون، بيعطوا مثل هيك هالجو الخيالي شوي. إيه بالبيت. وهون على ذكر سيره الاولاد، اذا حدا عنده بلوش مع رابط او اي شيء، مش ضروري يكون خصه بباك او شارينه من سوبر ماركت او غراند سيرفاس، لإله للولد كان دودو او اي شيء، include them بهالزينه، حطوها على هالكرسي، حطوها على هالرف، من هون بتجي لتوش تبع كل ولد او كل حدا بالبيت. انا هيك بعمل يعني كل شيء، في عندي ارانب ودجاجات بطلعهم وبحطهم. انا مره بدنا نشوف صور ديكور بيتي جماعة، صار عندي حشريه هلا. شفتي انا عم بحكي انه مش معجق، تعي شوفي عندي شو بعجق، بس قط السفره اوضه وحده وخلص. ايه بس قط السفره عن جد كثير حلو. سو هيدي هي رهجة العيد، انه يكون في عندك عجقة والوان وهيدا، بس بطريقة ذكية ومدروسة. هون اذا عندي هالطاولة المدورة، يعني انا عم جرب اخذ كل اليمان من الفرش كيف ممكن انه نزينه ونستفيد منه لباك. ممكن تكون موجودة بانتري، ممكن تكون موجودة بين اثنين سالون او مثل اسم من اي سالون موجود. ممكن انا استعملها احط فيها سنتر بيس فاز بكل بساطة، عبي برانشز وعلق على البرانشز بروبونات صغار هالبيض البلاستيك يلي هن ملونين وحلوين. وهيدي بتعرفي رانيا إذا عندك عزيمة أو تي بارتي أو عم بتستقبل ضيوف فترة بعد الظهر، كتير حلو أنك تطلعي البلاتويات البلاتو أبيه تبع الجاتو وتحطيهم هيك تدمجيهم مع هالزينة، بيعطوا جو كتير حلو
tout en gardant l'esprit de Pâques. يعني جو باك موجود وانت ضيافتك موجوده على هالطاوله وفيك تزحية عن باقي الفرش وتعملي لها هيك مثل كوان لوحدها بتاخذ رهجه وبتاخذ اتنشن. جو معنا هون هالبرانش يلي هالجذوع الشجر يلي حاطينهم لاحظت قد ايه قليله الزينه يلي عليهم، يعني نحن عاده عندنا توندونس انه نعجقها كلها صح. ونحط لها كلها ديكور، هون يعني بينعدوا على الاصابع قد ايه حاطين زينه قليله وقد ايه هالبساطه عاطي كثير فرق وعاطي جو غير، يعني عاطي الجو اكثر طبيعه من انه ديكور. هي وي هاف تو كيب ان مايند انه يكون الجو شامبيتر لانه بالنتيجه عم نرجع للطبيعي، اذا للطبيعه سوري، اذا ما حطينا هالبيض ممكن كمان علق ريبنز ملونين بس مع شويه بابيون كمان بتاخذي نفس النتيجه. صحيح. حكيت انا وياكي كمان مره قبل كيف هاو تو سبرينج فاي البيت، يعني اذا حبيتي فازيت بمي عاديه ودخلتي الكولوران على قلب المي وحطيت الورود اذا عندك ورود طبيعيه بقلبهم قد ايه بيعطيك جو حلو. سو هون الذوق والذكاء كيف نحن بدنا نزين، هون نصايحك كميه انه حبيبتي وكيف انه نزين بطريقه انه نحافظ فيها على هال أناقة بالتزيين، هيدي شغلة دائما أنا بحكي فيها وبشدد عليها. كنا عم نشوف يمكن كوسان. هون كمان فكرة ثانية لتزيين البيت مش دائما بنفكر فيها. مرات كثير بنشوف بمحلات الأقمشة باترنز خاصة بإيستر موجودين عندنا بالأسواق اللبنانية، خلينا نفكر كمان نعمل هيك دي كوسان أتيم هون مثلا إذا فتنا بباك. ليش لا اني فوت بالكوشنز، يعني مش يكون كل الزينه تبعيتي مثل ما قلنا خالصه وعم بشتريها وعم حطها. دونك هون كمان اذا عم بلعب بالالوان وبالباترنز كوشن ريكتانجولير مع رابتس، طبعا هدول اكزامبلز انتم فيكم تستوحوا وتنقوا اللي بدكم اياه، بس انا بلاقي انه بيضيفوا نوع من الديكوراسيون تبع باك كثير مميزه ومختلفه لبيتنا، بنكون ظهرنا عن المألوف وعملنا شيء نحن بننبسط فيه والناس اللي بيجوا بيزورونا وبيشوفون كمان بينبسطوا فيه. شغله ثانيه كثير مهمه ما ننسى الشموع، الشموع كتير كتير حلوين هون كاندلز بشكل بيض كمان ملونين، رح منشوف شموع الولاد رانيا رح نقطعهم. معقول؟ ايه منشوفهم يلا. انا عملتهم مع الاولاد لحتى نكون عم نشتغل شي هاند ميد مثل ما دائما بتنصحينا جمانة، ولحتى يفهم شوي المعنى اكثر ما يكون كثير معنى تجاري. انت عملتيهم للشانيني؟ صحيح. مع الاولاد عم نحكي على اولاد. هلا الصوره رانية. يعني كارثه بس انه لا ليش كارثه، كثير حلو. دونك هون في كمان في صليب وغصن الزيتون لاحظتي؟ شفتي شو حلو، يعني هيدول لانه انت والولاد عملتيهم بدل ما تشتريهم خالصين، هيدول هن عاملينهم بايديهم وهن قرروا شو بدهم يحطوا اي لون. صح. وكيف الصليب والغصن الزيتون كيف معلق عليها، انا بلاقي انه هيدا شيء بجنن. يعني هون عم نعمل شوي فلاش باك لجمعه من قبل بس جاي عندنا شعنينتنا بعدين سو استوحوا عن جد اخذتهم من يوتيوب على فكره وعملناهم بخمس دقائق من من حواضر البيت مثل ما بيقولوا. وفي معاني كثير حلوه فيهم، حاطين البينز على الصليب يلي بيرمزوا لجراحات يسوع، يعني كان كثير رمزي. والمهضوم بالموضوع جمانة انه الاولاد ما كانوا يفلتوا الشموع وعملوا للكازنز تبعهم وصاروا كلهم ملقطين بالشموع لانه هن حسوا بالشغل. يعني كان شيء كثير حلو صراحه. وقتها عم تشتغليهم معهم عم بتفسري لهم انت رمزيه كل قطعه لما عم بحطوها على هالشمعه. صح. دونك اوتوماتيكمون اي انكونسيامون هن عم يدرسوا هالقصه من وراهم. هي شغله رائعه عن جد. فهلا كمان فينا نعمل هيدا الشيء، الافكار كثير بسيطه وسهله اللي اعطيتينا اياها اليوم. أكيد. منقدر ننفذ منها بكل سهوله. ديفينتلي هيدا المطلوب. في صوره اخيره ما قدرت انا ما افرجيكم اياها لانه كثير مهضومه، سيتان لي ممكن تستعمل كتخت وكفوتي. هيدي شغله مش معقول شو حلوه، يعني اسمها صوفا نست صوفا او يو كان جوجل ات. الكوشنز يلي موجوده بقلبها او بيجوا ملونين او بيجوا بيض، شيء بياخذ العقل. يعني انا ماشي انا هيدي لو موجوده عندي بالبيت ممنوعه بطل اشتغل ممنوعه ضلني ملقوحه
بنضل ملقحين كل النهار ومبددين. كثير مهضومه يعني ديكوريشن وايز كثير حلوه، شكل وايز اذا اي موجوده بباك واو. بس بتحسيها اول شيء انه تركي او رسمه، بعدين بتنتبه انه لا في شخص فعلي، في شخص نايم. وهي كثير حقيقيه مثل ما قلت لك، موجوده على ابيض وعلى ملون والقياس كبير طبعا، سو هيدي بتطلع بتجنن بهيك بشيء لوفت كبير او شيء اسباس مفتوح انه واو. سو هيدي كانت كو دو كور، ما قدرت ما فرجيكم اياها. كثير شغله حلوه هيك عن جد. بعدين بفتكر بينعمل توصايه هيك شيء هلا الفورمال تخت، نحن بلبنان معمول كانه عش كل شيء بنعمل نحن. قلتي فرجينا ونحن بننفذ. لا بس عن جد مهضومه الفكره. لا جمانه لاحظت شغله كمان بالصور انه الالوان اللي شفناها هي الوان فاتحه، الوان باستيل. بعدنا شوي، صحيح في اصفر اكيد، صحيح أكيد. في اخضر اكيد، بس بعدنا شوي عن هالالوان القويه يلي كنا معودين انه نشوفها بباك. هل هي ترند السنه؟ لا لك، هلا انا بالنسبه لإلي كيف بيتي وكيف انا بيست على الوان البيت بشتغل الالوان الديكوراسيون تبعيتي، اذا عم بحكي باك او حتى نويل، نرجع لنويل دائما. بس مثلا اذا عندي انا صالون ابيض وفرش ابيض بالكامل، قد ما فيني فوت بالالوان اللي معجقه والقويه والصارخه قد ما بدي، فيني فوت بالجليترز وبالذهبي وبالفضه وبالبرونز قد ما بدي. بس اذا بيتي ديجا عندي قطع كلاسيكيه وعندي مرايات داخلها ذهبي وبرونز وكمان بدي داخل جليترز والوان كثير صارخه، بيصير في عندي سيرك بقلب البيت. يعني بدي انتبه انا على طريقه الزينه والوان الزينه المتبعه. كل ما كانت الواني انا صارخه بالانتيريور، كل ما انا بدي هدي الواني بالديكوراسيون تبعي الطبق. حلو كثير. ايفيس فيرسا. يعني هيدي النصيحة بتفسر لنا كل شيء. أكيد. عادة أيمتى بيحطوا زينة باك؟ هلا هيدي شغلة شخصية. أنا مثلا من بعد الجمعة العظيمة بحط الزينة وبشيلها من بعد التنين، يعني كلها سوا أربعة أيام. ما هيك يعني؟ لهيك ما نزيدها. مش قصة ما نزيدها، نفوت أكتر بقصص الكوشنز، الأشياء اللي بتبقى هيك يعني من ضمن ديكوراسيون البيت، من ضمن فرش البيت، التورشون تبع المطبخ. هدول قصص يعني بتحسي إنه إذا بقيوا لفترة طويلة ما بتزهقي منهم. صحيح. بس هي بالنتيجة رهجة. هلا ما بعرف أنت بتزيني قبل الجمعة العظيمة؟ يعني أنا لا اكيد لا، ولا زينه ولا معمول، يعني هي رمزيه اكثر. جمانه من هيك بننطر لحتى فعلا يجي العيد ومنزين. انا بدي اشكرك على هالنصايح المهضومه كثير مثل كل اسبوع، واكيد متابعين بهالاجواء بالاسابيع المقبله ان شاء الله. اكيد شكرا لك جمانه. رح ناخذ وقفه سريعه ونتابع مع فاشينيستا.